هو السؤال حضرتك سألت عن النسبة وبنسأل عن أسماء أو عدد المصريين المقيدين كمقيمين في الخارج، وإحنا كلنا عارفين أن في قاعدة بيانات واحدة تضم أسماء كل المصريين الذين لهم حق التصويت، وما فيش تفرقة في هذه القائمة بين المصريين في الداخل والمصريين في الخارج، وبالتالي بعد انتهاء عملية التصويت في الخارج لن يمكن تحديد نسبة التصويت. نسبة التصويت سيتم تحديدها بعد جمع أصوات نتائج التصويت في الخارج مع نتائج الداخل، وهنا فقط نملك تحديد النسبة اللي صوتها.